غسان كسر. طبعا احنا لبينا النداء حركة فتح. بالبداية بنتوجه بالشكر الجزيل لإدارة جامعة القاهرة ممثلة برئيس جابر نصار اللي سمح لنا بأنه نعبر عن وقفتنا التضامنية بجانب أهلنا في مخيم اليرموك. وقفتنا هذه من أجل تعزيز صمود أهلنا في مخيم اليرموك. نطالب القيادة الفلسطينية وعلى رأس السيد محمود عباس بأن يقف أمام مسؤوليته اتجاه أهلنا في مخيم اليرموك. صافي ماجستير، اليوم احنا في صدد وقفة تضامنية مع أهلنا في مخيم اليرموك، ونأمل من الله أن يستجيب الرأي العام الإعلامي والدولي والعربي والداخلي من أجل حل مشكلة أهلنا في مخيم اليرموك، ولا سيما أنهم يعانون منذ أكثر من 3 سنوات من حرب عدوانية داخلية تنال الأخضر واليابس من أهلنا في مخيم اليرموك. فنتوجه إلى أولا العالم العربي ثم إلى الرؤساء بأن يتدخلوا لحل هذه الأزمة التي ازدادت سوءا ومجاعة وفقرا، وشردت النساء والأطفال والشيوخ وقتلوا الشباب. فنأمل من الله أن يستجيب الرأي العام لنداءات واستغاثات كل المناضلين من أجل رفع الظلم عن أهلنا في مخيم